السلام عليكم ورحمة الله. شوف هذه مغسلة مكسورة، وهذا بيحشيها بالأندومي. شوف يضيف هذه المادة، يعني بيحشي كأنه جبس. أهو الآن بيسوي عملية النحت عشان تأخذ الشكل المناسب. الصراحة هذه حاجة غريبة، يعني ما أعرف، تغيرت خصائص الأندومي هذه، تغيرت بعد وضع المادة هذه. لاحظت صارت كأنها قطعة جبس، يعني ولا حديد. المغسل هذه صار لها ترميم بالأندومي، والأندومي هذا كل يوم يجيبوا لنا عنه قصة. سبحان الله. وشوف المقطع هذا تقريبا نفس الكلام. هشوف الحفرة قديش هذه عميقة الحفرة. هذا اللي بيحطه انا ماني عارف ايش هي، يبدو انها حاجه خاصه، يعني عشان يصير في تفاعل بينها وبين الاندومي.